بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. لفهم كثير من الظواهر الفيزيائية يستخدم علماء الرياضيات العلاقات الرياضية بين المتغيرات المختلفة لوصف تلك الظواهر، ويستخدم علماء الفيزياء وسائل الرياضيات مثل الرسوم البيانية والجداول لأنها تستخدم في التنبؤ بالعلاقة بين كميات فيزيائية معينة ووصف الظواهر الفيزيائية بطريقة أسهل. علماء الفيزياء بدأوا يلجأوا للرسوم البيانية والجداول مثل الرياضيات لأنها تستخدم أول حاجة بتنبئ لي بالعلاقة بين كميات فيزيائية معينة، بوجد العلاقة بينهم سواء كانت طردية أو عكسية، وبعرف كمان بوصف الظواهر ديت بطريقة أسهل. مثال: بدأ السيارة حركتها من السكون، يعني السرعة بتساوي صفر، وبعد دقيقة أصبحت سرعتها 30 كيلو متر كل ساعة، وبعد دقيقة أخرى أصبحت سرعتها 50 كيلو متر كل ساعة. ثم اضطر السائق إلى الضغط على الفرامل لتهدئة السيارة إلى 20 كيلو متر كل ساعة في الدقيقة الثالثة، ثم توقفت تماما في الدقيقة الرابعة. عايز أوصف المسألة ديت، فالأسهل إن أنا أستخدم رسم بياني. الرسم البياني يوصف لي المسألة بطريقة أسهل، فهرسم علاقة، والعلاقة اللي موجودة عندي ما بين السرعة والزمن. في البداية كانت السيارة بتبدأ من الصفر وكان من السكون لأن سرعتها صفر. بعد دقيقة عند واحد بالواحد لقيت سرعتها 30 كيلو متر كل ساعة. لما وصلت لاتنين أصبحت سرعتها اللي موجودة عندي 50، يعني هنا في الصفر اللي موجود عندي نقصاد الواحد، وفي اتنين كانت قصاد 50 كيلو متر كل ساعة، وفي الدقيقة التالتة لقيتها نزلت وسرعتها بقى لأن هو ضغط على الفرامل، فالفرامل ديت لو ضغط عليها فجأة يا إما هتوقف العربية يا إما ضغط عليها تهديلي من سرعة السيارة. فهو لما ضغط عليها هدت من سرعة السيارة ووصلت في الدقيقة التالتة إلى 20 كيلو متر كل ساعة. في الدقيقة الرابعة ضغط عليها عند مهدي تماما وبقت توقفت تماما في الدقيقة الرابعة وبقت سرعتها بيساوي صفر. فانا لو استخدمت الرسم البياني ده احسن من استخدم المسألة، فهتوصف لي العلاقة وهعرف اذا كانت السرعة بتاعها منتظمة ولا غير منتظمة. نشاط التمثيل البياني للسرعة المنتظمة. الادوات: سيارة لعب اطفال تعمل ببطارية عشان اقدر انا اتحكم فيها، لوح خشبي ناعم حوالي 2 متر، مسطرة مترية عشان احدد بها المسافة اللي هي تتحركها، ساعد ايقاف علشان احسب الزمن اللي هي تستغرقه السيارة اللعبة ديت في قطع المسافة المعينة اللي انا حددتها. خطوات العمل: ضع اللوح الخشبي في وضع افقي، ثم ضع علامتين على بعد معلوم على اللوح الخشبي وقس المسافة بين العلامتين. بأن هجيب لوح خشبي عمل عليه علامتين بالمسطرة وبعد هقسهم كمان بالمسطرة المترية اللي موجودة عندي. نشغل السيارة، وبعد ما شغلها عين الزمن اللازم لقطع هذه المسافة. حط السيارة وشغلها والمسافة اللي هي تقطعها فيها عين الزمن اللازم لقطع هذه المسافة بواسطة الساعة، طبعا ساعة الإيقاف. كرر الخطوة السابقة عدة مرات. هكرر الخطوة السابقة ان انا هغير المسافة وعين الزمن، كل مرة اغير للسيارة دي المسافة وعين الزمن، وهقسم هقوله السرعة بيساوي المسافة على الزمن، وهستنتج هشوف المحاولات اللي انا عملتها في كل مرة المسافة والزمن وحساب السرعة. رقم المحاولة الاولى اللي انا عملتها حددت مسافة 4 من 10 متر، فقطعتها في زمن 5 ثانية، والسرعة 3.8. التانية كانت المسافة، المحاولة التانية كانت 6 من 10، والزمن استغرقته في 7.5، السرعة 8 من 10. في المحاولة التالتة كانت المسافة 8 من 10، والزمن 10، والسرعة ايضا طلعت 8 من 10. في المحاولة الرابعة 1 و12.5، فهتطلع ايضا 8 من 10. عايز ارسم الرسم البياني للسرعة المنتظمة لان السرعة كانت عندي ثابتة ما تغيرتش عن الزمن. فاول علاقة ممكن ارسمها ما بين المسافة والزمن، فلو رسمتها ما بين المسافة والزمن هلاحظ ان هي خط مستقيم يمر بنقطة الاصل، لكن لها رسم تاني اللي هو ممكن يكون ما بين السرعة والزمن. لو رسمتها ما بين السرعة والزمن خط مستقيم افقي موازي لمحور الزمن.
طب لو الجسم في حالة سكون، العلاقة هتكون ما بين مين ومين؟ انا في حالة سكون يبقى ما بتحركش، يبقى انا عندي المسافة اللي موجودة عندي، ما فيش مسافة اصلا، مسافة ما بتتغيرش، بس الزمن بيعدي، يبقى في مرور للزمن وفي تغيير في الزمن بس مع ثبوت المسافة. فانا هرسم العلاقة ما بين المسافة والزمن، بس المرة دي هتكون خط مستقيم افقي موازي لمحور الزمن، ولازم انا اخلي بالي ما بين الشكلين، في السرعة المنتظمة وفي الجسم الساكن، لكن في العلاقة ما بين المسافة والزمن. طب ليه الخط مستقيم موازي لمحور الزمن؟ انه لا يتغير موضوعه بمرور الزمن.